هل حضرتك يعني عندك أي معلومات عن موضوع المشروع القانوني اللي على وشك إقراره بإذن الله بعد أن قرر نعم بشكل هو مبدئي؟ نعم هو اتفضل. قانون العمل، قانون العمل انتهى فعلا مناقشته في لجنة القوى العاملة، وهو الآن بصدد انتهاء الصياغة منه تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة. وأنا عايز أقول إن هذا القانون هو يعني احنا كلنا منتظرينه بقاله سنوات طويلة، لأنه هو بيوفر من خلاله هيتم توفير الأمان الوظيفي للعمالة في القطاع الخاص. تعرف ان الحكومه دلوقتي توقفت تماما عن التعيينات، كذلك قطاع الاعمال العام، ما فيش منفذ قدام الشباب غير العمل في القطاع الخاص، والقطاع الخاص القانون الحالي للاسف سلبهم كل حقوقهم وكل الحمايه اللي ممكن يحميها لهم في مواجهه صاحب العمل، وبالتالي نحن في انتظار القانون الجديد بشغف، على اعتبار ان ده هيبقى الملاذ الامن للعمال في القطاع الخاص، وبالتالي هيخلي العمال يعني ايه تيجي جري على القطاع الخاص، خاصة فيما يخص الفصل التعسفي واستمارة 6 اللي هي انهاء الخدمة، اللي احنا كنا بنعتبرهم سيف على او سيفين على رقاب العمال، من الممكن ان هم يقطعوا رقبتهم في اي لحظة.